حتى نوضح يعني الصورة كما سبقت وأن ذكرت يعني أغلبية المجتمع مش فاهم بين كي تقول المؤثر يعني كل واحد مؤثر في مجاله صحيح. كما يقول الفن في مجاله في والشيء اللي قدر فيه. أنا الفيسبوك يعني هو الشيء تأثير يعني كي تشوف واحد مثلا الباج تاعه راهي في 40,000 ولا 5,000 متابع متابع فيه حتى من خارج الوطن ويعني والله نقول لك في الفيسبوك هذه 40,000 في الفيسبوك وبالرغم اني دايره جديد ما عنديش الاول السكر ويعني راني معناها بشني راني معناها راني نعد الشيء صح معلوماتنا 5,000 ربما لا متابعين نعمل يعني المتابعين متابعين هي 5,000 معناها المتابعين يعني نقدموا في خدمات لولا الفيسبوك يعني كي نقول لك من بعد الاول نحل عيني تحل الفيسبوك نتمطى الفيسبوك يعني نلقى الرسائل مش رسائل باش نعلق نيا ولا باش الخدمات يعني خدمات ولا نقدم فيها يعني كلموا فيا من كل انحاء الولايه صحيح يعني الشيء المراه الصغيره المتزوجه الطفل الكبير يعني خدمات ويعني الخدمات كلها ولا في يعني اللي يحب يوصل رسالة يتصل بي مشكلة عندها إعانة عندها كذا والله ملك حامد تبع فينا احنا السلطات وكلها يعني المدنية يتصلوا بيك السلطات يتصلوا بي وكذا ويعني وقداش المشكلة رحت لها وتحلت يعني بصراحة أنا قداش الخطرة والله حتى زوج ذات باش نتناقش نوياك خطرة عن جل يعني كان هناك تأثيرات يعني سلبية حتى يعني جانبية لا معناها من ناحية القطرة يعني تاع الفيسبوك كل خدمات خيرية يعني مش معناها راني باش نروح نشتم ناس صحيح صحيح وتصلوا بي حتى في الليل يكلموا فيا وجوني للدار خدمات يعني لولا الفيسبوك معناها ما تكونش الخدمات هذه وني يعني ودون مقابل صحيح صراحة والله العظيم وقالش واحد حتى ماذا بش يبيع سكن بش يبيع كهرباء ويجي يقول لي هاو بايك هاو نعطيك فم يقول نقول لا 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 نشد لا فم لا وسمع والله العظيم قالش واحد وقالش واحد يقول لي وش بيك ربيك عقون انت تخدم بليش بدون مقابل نقول انا لا لله لوجه الله صحيح يعني عمل خيري عمل خيري والله نروح حتى لحسي خليفه للدبيله وقالش خطره والله بصراحه كان الزكورس على حسابي ايوه يعني الكهرباء ما كانش كان هني قربي ويقول نجو نقول لا نجو نروح من اجلك العمل الخيري هذا كوي صحيح